عندما ماثيو ويليامز مصمم دار جافنشي للأزياء مجموعته الجديدة للخريف والشتاء المقبلين، صورت المجموعة في ديكور بأجواء ماطرة وطغى اللون الأسود على مظاهر العارضين والعارضات الذين قدموا هذه المجموعة. ليث بزاري لم يكن عارضا ولكنه حضر هذه التفاصيل. تصادم بين عالمين مختلفين وسط أحلك الظروف لتغلب العفوية على الاستراتيجية المدروسة. هكذا بدأ مصدر إلهام ماثيو ويليامز مصمم دار جيفونشي للأزياء لتقديم مجموعته الجديدة للخريف والشتاء المقبلين للملابس الجاهزة، والذي عرض افتراضيا ضمن أسبوع الأزياء الباريسي، إذ أراد المصمم أن يبعث روحا تحاكي الواقع الذي نعيشه من خلال مجموعة أزياء تتميز بالدقة والأناقة والفخامة التي تكسو الملابس والإطلاق. فبالنسبة لماثيو، الأزياء هي جزء من حياته، يعيش ويشعر ويتواصل من خلالها، وهي أشبه بقطعة موسيقية تحاكي المظاهر والإطلالات. جمع عرض جيفونشي في تصاميمه الأسلوب الكلاسيكي والثوري والعملي لكل من الرجال والنساء، مزيج بين البهرجة والانضباط من خلال الأقمشة التي استخدمت في حياكة جميع قطع عرض الأزياء، لا سيما الفرو الاصطناعي وصوف الخراف الأصلي اللذان يعانقان جسم من يرتديهما. أما الأحجام فتم تجسيدها من خلال الطبقات المتعددة لابتكار تصاميم شتوية ضخمة سهلة الارتداء، كما تضم المجموعة تصاميم بسيطة وتتناقض الخطوط الطويلة وواضحة المعالم مع القصات القصيرة والضيقة أو الواسعة وضخمة الطيات والتطريز. كما تتميز القطع الخارجية بحجمها الكبير، إلا أن الخياطة التقليدية في مشاغل جيفونشي لا تساوم على تقديم إطلالة متماسكة ومتزنة وراقية. أما الأكتاف والأكمام البارزة فتأخذ عالم الخياطة في رحلة هندسية استثنائية، كما تمنح القطع المحاكة والناعمة الملمس والمحدودة المعالم راحة وحرية مطلقة في الحركة، مع التركيز بشكل خاص على الخصر. تغلب العفوية على الاستراتيجية المدروسة في مجموعات ماثيو ويليامز المصمم الأمريكي الذي يقدم مجموعته الثانية لدار جيفونشي. ولم يتردد هذا المصمم في اختيار روبرت هود، أحد عرابي موسيقى المينيمال تكنو، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى العصرية التي انطلقت من قلب مدينة ديتروي الأمريكية لإنتاج موسيقى هذه المجموعة التي يمكن تسميتها الفوضى المنظمة. ليث بزاري، العربية، باريس.